ونحن على اعتاب تنسيق الثانويه العامه زي ما اتكلمنا في البدايه، فطبيعي جدا هتلاقي نسال السؤال اللي كل سنه بنقوله، ما هي التخصصات اللي بيطلبها سوق العمل؟ وهل السؤال ده مكرر؟ لا، هو لازم يبقى مكرر لان سوق العمل بقى بيتغير بشكل كبير جدا، مش بس في مصر، حتى في العالم. ففي مثلا حد هيقول طب هو انا المفروض اشوف سوق العمل المحلي ولا العالمي؟ المفروض تبص على الاثنين عشان الاثنين بقوا مفتوحين على بعض. مزيد بقى من التفاصيل عشان ناخد معلومات دقيقه علميه، دكتور حسام فرحات استاذ الموارد البشريه بالجامعه الامريكيه. دكتور منورني، مساء الخير. مساء النور، اهلا. يعني مساء. السؤال ده يعني خلاص لازم يبقى مكرر ومجدد، يعني نجدده كل سنه. فالسؤال هنا، سوق العمل النهارده بقى عايز ازاي، وبالذات طلاب الثانويه العامه اللي محتارين طب ادخل الكليه دي ولا الكليه دي، فيا ريت نبدا نقول احنا سوق العمل رايح فين. طبعا في البدايه العالم كله بيتكلم على رؤيه 2030. تمام. 2030 دي فين من النهارده؟ هي عباره عن 7 سنين من النهارده، بقت قريبه قوي، قربت جدا. فاصبح الطالب اللي هيخش مثلا كليه الهندسه او كليه الطب هيتخرج في ذلك الوقت. صح. وبالتالي يبقى احنا لابد ان احنا كل طالب يسال نفسه في 2030 هو عايز يبقى شكله ايه. صح. فيبقى لازم نبص ابعد شويه من الطريقة التقليدية بتاعت التعليم. التعليم التجريبي هو الآلية اللي بتخلي الطالب النهاردة يملك أدوات، الأدوات دي هي بتؤهله إن هو يكون قادر على إن هو يمسك بأطراف التكنولوجيا في العمل. كل العمل اللي جاي بدءا من 4 سنين من قدامنا كله يتعلق بالتكنولوجيا، يتعلق بتكنولوجيا المعلومات، بيتعلق بالذكاء الاصطناعي. طبعا. بيتعلق بالسايبر سيكيورتي، بيتعلق اللي هو الـ الامن السيبراني زي ما بيقولوه، بيتعلق باشياء كلها لها علاقه مباشره بالتكنولوجيا. تمام. وبالتالي اذا عندي اتجاهين، مجموعه من الوظائف او مجموعه كبيره من الوظائف النمطيه او الوظائف التقليديه هتنقرض، وهيطلع مكانها مجموعه اخرى اكبر. صحيح. من الوظائف التي تعتمد على التكنولوجيا بقدر كبير. يبقى صحيح. انا لو انا طالب النهارده كنت اتمنى ان انا ابقى طالب في الثانويه العامه عشان يبقى لسه قدامي وقتي، هروح فين؟ هروح في اي منحه يتجه بيا ناحيه التكنولوجيا او استخدام او تطبيقات التكنولوجيا. وبالتالي صحيح. يبقى لابد ان احنا نفكر ان شكل تاني. كله التعليم نفسه هيختلف. صحيح. يعني لابد ان يختلف التعليم. ليه؟ لان طريقه التلقين اللي كنا متعودين عليها ايامنا اللي هي انا بيقولوا لي فاحفظ فاطبق حتى اصبح ده مش هو موجود. الاليه اللي هتنفع، ما هي مش هتنفع، هي حتى لو موجوده مش هتنفع. ليه؟ لان اصبح دلوقتي عندي منافس عقلي اسمه صحيح. الذكاء الاجتماعي، الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي انت عندك تول آلية نقدر نستخدمها بدل ما أحفظ. أنا عندي القدرة على أن أنا أسأل والآلة هتجيب، زي تشات جي بي تي والحاجات اللي على موجودة على سبيل المثال. صحيح. الحصر تشات جي بي تي هيبقى هو ده أحد المناحي بقى اللي هي هنشتغل. طيب خلينا كده نقرب للشباب وللأهالي، لأنه حتى لو أنا دخلت من الكليات التقليدية هي كمان شكلها اتغير. صح. يعني حضرتك مثلا ذكرت بانه سايبرس سيكيورتي او الامن السيبراني او غيرها دول بداوا يدرسوها من 10 سنين. تمام. الكليات دي موجوده من 10 سنين. مظبوط. وبدا تطبيقها الان. يعني دلوقتي انت بتحتاج الان لمتخصص في الامن الفضائي او أيوة. او السيكيورتي السايبرس سيكيورتي او غيرها. فاذا انا بدرس النهارده عشان اتاهل 2030 31 و35. بالظبط. فانا لازم اكون خلاص بقى عندي اولا التحول الرقمي حتى في بلدنا بقى في كل حته، في كل مكان. فما ينفعش انا حتى لو دخلت كليه تقليديه، او مش عايزه اقول تقليديه لان حتى التخصصات داخل الكليات العاديه بقى متغير. بالظبط. فاذا انا ما بقاش كطالب بقى قاعد حاطط ايدي على قلبي انا ما جبتش المجموع اللي يدخلني يبقى انا ضعت. بالعكس. بالعكس. شوفي حضرتك، هو دخول التكنولوجيا بيساعد كل طوائف المتعلمين، ما هي دي نقطة مهمة قوي. صحيح. بمعنى النهاردة الدكتور الطبيب
اللي هو ما كانت الوظائف من الوظائف اللي هي او الكليات اللي هي كانوا يسموها كليات القمه لانها بتجيب الوظيفه وما شابه. طبعا حضرتك هتبقى ادرى مني دلوقتي ان اصبح علم الطب يمكن استخدام التكنولوجيا فيه بطريقه مكثفه لدرجه ان اصبح لا يوجد ضروره حتميه لوجود الدكتور جوه غرفه العمليات. صح، وبالتالي في علاج عن بعد دلوقتي. يبقى ده اتجاه. طيب تعالي نشوف الادب. النهارده تشات جي بي تي يقدر يساعد في الابداع، يساعد في ان الناس تكتب قصص، يساعد ان الناس تكتب مقالات، تطلع مزيكا. بس في نفس الوقت بقى في ابلكيشن تبين اذا انا، ما هو في ناس كسلانه تمام فترمي على تشات جي بي تي، بس في بقى ابلكيشن تكشف انت ابدعت وانت بتديله ده ولا ما ابدعتش. يعني اذا انا زي ما انا بتفق مع حضرتك، طيب خلينا نسهلها. يعني انا مثلا كطالب محتاج ايه من سوق العمل حتى قبل ما ادخل الكليه او بجانب دخولي للكليه؟ طيب هو احنا طبعا حضرتك عارفه ان الاكاديميه الوطنيه للتدريب طبعاً اطلقت مبادره اسمها مبادره فاليو. ايوه، فاليو لتطوير قيمة. قدرات تطوير قدرات طلبه الثانوي وطلبه الجامعه. برضو مرة تانية احنا اصبحنا لا نتكلم عن التعليم كتعليم، احنا اصبحنا نتكلم على تطوير القدرات. يعني حتى انا يعني وظيفتي تطوير الموارد البشرية. البشرية اقدر اطور القدرات. يبقى معنى كده ايه؟ معنى كده ان احنا مش مسألة ان انا بتعلم. لا، التعلم يعني هرجع لحضرتك، كلنا هناخد التعلم. ايوه بقت سهله، كلنا هناخد التعلم بس خلاص. بس ازاي انا وانت نتميز؟ التميز هيجي منين بقى؟ من قدرتي على تطويع التكنولوجيا لتصبح في الاتجاه اللي انا شايفه. هيفضل حتى المزيكا وحتى الحاجات الابداعيه ممكن تساعدني التكنولوجيا. طب انا ليه اقول انه بيغش باستخدام جي بي تي؟ لا، ده هو انا عايزه يتقن استخدام الجي بي تي. فتطلع من تحت الآلية دي صحيح. تطلع معلومة سليمة، تطلع إبداع جديد، وبالتالي تصبح الآليات الرقمية بتصبح مساعد للطالب. مش احنا مش مفروض نحاربها، ده احنا مفروض نشجع الطالب على استخدامها. فلما يستخدمها انا خلاص اصبح يعني في هرم التعليم التذكر هو المرحلة الأولى في التعلم. بمعنى ايه؟ بمعنى احنا صغيرين خالص بنبدا بالتذكر. احنا عايزين نوصل بالطالب بدل ما ان هو يبقى بيحفظ ويرد الى ان هو يبتكر. ويبتكر يبقى يقدر يستخدم قدرات اعلى من القدرات البشريه. طبعا، لان انت حتى ما تيجي تعرض، يعني الناس اللي بتيجي تعرض دلوقتي خططها ومشروعاتها ما بقتش بقى اللي هم ورقتين مكتوبين كده. أيوة. لا، ده انا لازم اقدم برزنتيشن واحط صوري واحط مقالاتي وبحثي، وكل ده انا ممكن اعمله في نص ساعه بالظبط. يعني فبالتالي ابقى انا شيء عملي، اقدر اقدم اشياء عمليه سواء للطلبه او لمؤسستي او لشغلي، او فاقدر ابقى عندي اجاده. الاجاده بالزبط. مش هتيجي غير لو انا اتعلمت تكنولوجيا صح. الصحيح. شوفي حضرتك، انا طلعت في برنامج من 4 سنين او من 5 سنين قبل كوفيد، وكان بيتكلم عن مستقبل الوظائف 2030. تمام. كنت بحضر للبرنامج. التحضير للبرنامج خد مني قد ايه؟ للحلقه خد مني تقريبا 4 ساعات ونص. عشان نقدر نشوف ايه الترندز، ايه رايح فين الدنيا. صحيح. خدت مني ساعات. صحيح. طيب انا هقول لحضرتك حاجه، ان انا سالت جي بي تي، تشات جي بي تي النهارده قبل ما اجي، فين يعني عشان اقدر اتكلم لمده 10 دقائق في هذا الامر، هتكلم في ايه؟ بيرد. فاذا اصبحت المهاره مش مهاره ان انا احفظ معلومه في راسي، لا، ان انا اقدر استخدم التكنولوجيا او اطوعها. صح. للاتقان. وبالتالي احنا عايزين ندي المهارات للشباب. عايز اقول حته صغيره برضو. اتفضل. التهافت على التعليم الجامعي ليس في صالح الطالب اليوم. ليه بقى؟ هيوجد نقص خطير في العماله الفنيه الماهرة. ليه؟ لأن مش هيقدر الجي بي تي أو الذكاء الاي اي إنه يدهن لي الحيطة أو يعمل لك حتة أرابيسك أو حتة أرابيسك أو المكتب اللي احنا بنتكلم عليه النهاردة. مهارات حرفية. يبقى لابد إن يتوجه قسم كبير
من الطلبة إن هي تأثر الرحلة العلمية، يروح للتعليم الفني، يروح لسنتين بعد ثانوية عامة، يروح لخمس سنين بعد الإعدادية، إيه اللي هيحصل؟ بس أنا هنا هختلف مع حضرتك واسمح لي. طبعا. لأنه دلوقتي الدولة بقت عاملة المدارس الفنية دي موجودة فعلا، وبدأوا الطلبة يدخلوها. مفيش مانع إن الطالب يتخصص زي ما حضرتك ذكرت من الإعدادية، يدخل للمدارس الفنية المتخصصة بكل مجالاتها ويكمل في الجامعة. وماله؟ مفيش مشكلة، ما أنا ممكن خالص. يبقى عندي دكتور متخصص في مثلا أشياء تراثية زي النقش على مش عارف إيه، لأنها برضو بتحتاج لحاجات، ياخد رسمة إلكترونية وبعدين يطبق، يعني يفضل ده مفيش مانع. فإذا أنت هنا بتوجه لمجالات مختلفة، ده سوق العمل الجديد. أنا هقول لحضرتك، أنا بس هعقب لحضرتك، إحنا في مصر هنا إحنا شايفين الحكاية دي من 20 سنة. صحيح. إزاي؟ إحنا كنا بندخل ثانوي الصناعي، الثانوي الصناعي نظام الخمس سنوات. صح. بنقول أن المتفوقين يترقوا تلقائيا ويدخلوا الجامعة. صح. كليات الهندسة على السنة الأولى. صح. وبالتالي يبقى أنا عندي قناة، القناة دي بيدخل فيها ناس، اللي عاوز يتوقف بعد خمس سنين ويروح يشتغل عشان يكسب أكل عيشه، أهلا يقدر. وسهلا يقدر، أهلا وسهلا، وأصبح قادر على أنه يساعد نفسه ويساعد عيلته. صحيح. اللي الدول الأجنبية على فكرة مش كل المجتمع، يعني مش كل الأفراد الشعوب بالذات في أوروبا دارسين للجامعة، يعني في بيخلصوا عند مثلا سنوات معينة ويبتدوا يمارسوا مهن وبعدين يدخل الجامعة بعدها بثلاث أربع سنين يكون اشتغل. أيوة. يعني مارس العمل يعني. احنا كنا بنأخر الطالب، يعني حتى لما يجي الطالب عندنا في الجامعه عاوز يدخل شهاده الام بي اي اللي هي ماستر اوف بزنس ادمنستريشن، انا لما يجوا يسالوني ادخل امتى اقول له اشتغل سنتين ثلاثه وبعدين تعالى. ليه؟ لان بعد سنتين ثلاثه بتكتسب بعض الخبرات الحياتيه بقى. صحيح. ومع الخبرات الحياتيه اجي انا تقعد معايا تاني لمده سنه وست شهور اطور لك الخبرات الحياتيه اللي هي الخبره دي اقلبها لك الى علم. واعتقد ان هي نفس يعني. فاذا انت نصيحه حضرتك ان ممكن يعني يبقى التجارب العمليه اولا زي ما بيعملوا برضو، يقول لك ايه، انت تاخد سنه كده بريك من الدراسه تشتغل فيها وبعدين تدخل الجامعه. أيوة. فاذا هيبقى عنده خبره حياتيه، وعلى فكره هيبقى عنده ادراك اكبر اعلى بكتير. نتمنى الخير، كل نصايح حضرتك لكل طلاب الثانوية العامة، نتمنى إن شاء الله إن دي تبقى مفيدة، وهيظل لقاء حضرتك ولقاء عن سوق العمل دايما متجدد. بشكرك شكرا جزيلا على يعني كل النصايح اللي قدمتها للي بيفكروا في هذه التخصصات. هل في حاجة أخيرة، كلمة تحب تقولها لنا برضو؟ نفسي أقول حاجة مهمة قوي. التعليم الجامعي ليس بداية ولا نهاية المطاف. عملية التعلم هي عبارة عن تطوير للقدرات والمهارات، والقدرات والمهارات دي مستمرة. عندنا مجالات لن تنتهي. صحيح. عندنا مجالات النقل الذكي، ده حاجة أدي الناس، أدي حاجة. صحيح. الناس تتعلمها. صحيح. مجالات الطاقة المتجددة، مجالات مصر مهتمة بيها جدا، كلنا. صحيح. احنا في البيئة الخضراء، احنا في الكوب 27 كان كلامنا كله على الاستدامة، وكل الحاجات دي هي عبارة عن مجالات لابد أن يتعلموها لأنهم سوق العمل هيحتاجها. صحيح. عندما يأتي الوقت اللي إن شاء الله يكونوا خلصوا دراستهم يبقى الوظائف متاحة. أكيد. بشكرك شكرا جزيلا دكتور حسام فرحات، أستاذ الموارد البشرية بالجامعة الأمريكية، نورتني في التاسعة. أشكرك شكرا جزيلا. مشاهدينا عايز أخدكم كده كلنا نروح كده لقاء لطيف نختم بيه التاسعة النهاردة، يعني نروح العالمين ونقابل نانسي عجرم من خلال زميلتنا العزيزة هدير أبو زيت، وأكيد اللقاء هتستمتعوا بيه وهتشوفوا في أجواء ما دار في حفلات وحفلة العالمين الخاصة بنانسي عجرم، وشوية كده يعني فن حلوين في يوم حار النهاردة إن شاء الله يبقى فيه كده تروت العالمين حتى تيجي من اللقاء. بشكركم شكرا جزيلا، نتابع معكم هذا اللقاء ونلتقي غدا بإذن الله مع التاسعة. نشوف زميلتنا هدير أبو زيد ولقاء مع نانسي عجرم بعد فاصل قصير. أرجوكم عودوا إلينا.